شهدت ولايات الأمن بمختلف مدن جهة طنجة طوان الحسيمة باعتبارها ثالث قطب سياحي بالمغرب استنفارا عاما مرفوقا بمجموعة من الإجراءات الأمنية من أجل تفادي أي انفلاتات وضبط الأوضاع استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا. وفي هذا السياق علمت قناة ليون 24 أن مختلف ولايات الأمن ومقرات الأمن الجهوي والإقليمي شهدت اجتماعات متتالية لمناقشة الوضع الأمني، إضافة إلى وضع خطط أمنية مبنية على تكثيف الحملات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني بالأحياء الشعبية والراقية دون نسيان تأمين الفضاءات المكتظة والمزدحمة. وبخصوص التدابير الأمنية المتخذة على مستوى ولاية أمن طنجة بمناسبة نهاية السنة الميلادية، أوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية بطنجة حرصت على تنزيل الاستراتيجية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على غرار كافة المصالح اللامركزة على صعيد التراب الوطني. وحسب المعطيات نفسها فإنه إلى جانب السدود ونقط المراقبة الثابتة والتي وضعت بشكل يقسم المدينة إلى نطاقات يسهل تأطيرها أمنيا، تجوب فرق أمنية متنقلة بالسيارات والدراجات النارية مختلف المحاور الطرقية والأحياء والفضاءات العمومية لضمان وتأمين الاحتفالات بكل المرافق السياحية. وبهذا الخصوص أوضح عبد الكبير فرح والي أمن طنجة في تصريح للصحافة اليوم السبت عقب وقوفي على الترتيبات الأمنية المتخذة بهذه المناسبة بمقر المجموعة المتنقلة لحفظ النظام بطريق تطوان، أن ولاية أمن طنجة عبأت كل العناصر الأمنية بالزي الرسمي والمدني التي لم يسبق استعمالها من أجل حماية المواطنين. التدبير احتفالات رأس السنة الميلادية سطرت ولاية أمن طنجة خطة أمنية محكمة استلهاما من التوجيهات والتعليمات ديال المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد. والغاية من هذه الترتيبات الأمنية هي التفعيل ديال دور شرطة القرب على مستوى جميع المحاور ديال المدينة. هذه الاستراتيجية المعتمدة هي معتمدة على طول السنة، ولكن نظرا للظرفية الراهنة والخصوصية ديال الاحتفالات ديال نهاية السنة ورأس السنة الميلادية، فقد تم تدعيم جميع الوحدات العاملة بالقطاع وكذلك الوضع ديال جميع الآليات والوسائل البشرية واللوجستيكية الموضوعة هنا وإشارية ولاية الأمن من أجل تأمين هذه الاحتفالات، وكذلك تفعيل ديال دور الفرق المتخصصة بما فيها فرقة مكافحة العصابات وكذلك الفرقة الجهوية للتدخل والفرقة السينوتقنية والفرقة الجهوية لمحاربة المتفجرات حتى تمر هذه الليلة في جو آمن، والسهر على تدبير حركة السير والجولان من قبل الفرق المتخصصة ديال السير والجولان. كما كتعرفوا لأن مجموعة من الوافدين على المدينة في إطار هذه الاحتفالات حتى تكون هناك سلاسة وسيولة ديال السير، والقصد تفعيل التواجد الأمني بالشارع العام والتأمين ديال المواطنين عن طريق تفعيل الدور الوقائي والاستباقي أجل الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين. شحال تقريبا سيدي من عنصر أمني غادي أمن هذا؟ حوالي 2000 عنصر. ومعلوم أن المدن السياحية الكبرى كمراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط وطنجة تشهد خلال هذه الفترة توافدا كبيرا للسياح الأجانب والمغاربة الذين فضلوا قضاء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 في أجواء احتفالية خاصة بالفنادق الفخمة والمصنفة خصوصا المتواجدة بطنجة والتي يقصدها سياسيون ومفكرون ونجوم الفن وشخصيات وأصحاب القرار. عبد المالك العاقل لقناة ليون 24 طنجة.